رقابه متعدده الابعاد كمثل في تطور سريع لهذا المجال التكنولوجي، بالاضافه الى ان وضع اتاحه هذه الاجراءات. نحن نرى تطور سريع لهذا المجال التكنولوجي، كذلك قواعد المحاسبه العموميه للتسيير المالي والوكالة الدولية والإقليمية المصادقة عليها، ويتعلق الأمر بالاتفاقية. وقد وضع إجراءات خاصة للتصدي لهذا النوع من الإجرام ذات اختصاص موسع، ويتعلق الأمر بأربع جهات قضائية. درنا عرض حول نتائج اشغال هذه اللجنه اللي كنت نصبتها على مستوى المحافظه الساميه، واليوم جات دير العرض، عرض المحاور اللي توصلنا لها. هاد المحاور هما اللي رايحين يضبطوا ان شاء الله هاد المشروع ليتمحوروا خصوصا حول يعني كل متطلبات تسيير التحول الرقمي، بيناتها تأطير الخدمات الرقميه، تأطير الهويه، وضع وتأطير استغلال الهوية الرقمية، عندنا الصناعة الفكرية، عندنا الاقتصاد الرقمي. دونك كل ما يتعلق بمجال الرقمنة حيكون ان شاء الله مؤطر ومنظم باذن الله تعالى. النص القانوني يهدف الى اعطاء اطار قانوني شامل ومنسجم، لانه الاطار القانوني الموجود كثيف ومتعدد ومتشعب، ويقتضي نوع من الانسجام، وخاصة التأكيد على توفيق بين ما هو حقوق إنسان وحماية معطيات الشخص التي نصت عليها النصوص وأكدت عليه هي موجودة بقوة، وقضية الانفتاح وإتاحة المعلومة والمعطيات. قانون هو باش بور كومبلي هاد الفراغات، وين ما كاش قانون ولا نص حنا رانا رايحين اون فالو بروبوزي، كل هدايا يصب في نطاق تسريع وتيرة الرقمنة.